بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم مع درس من دروس النحو والصرف للمسار الأدبي للصف الثالث ثانوي الفصل الدراسي الأول. سنمضي خلال هذه الدقائق مع درس أو مع موضوع الاختصاص. سنتعلم إن شاء الله تعريف الاختصاص، وأيضا نبين أركان أسلوب الاختصاص، وأن نعرب الاسم المختص، وكذلك نستطيع أن نوظف أسلوب الاختصاص في التعبير الكتابي والشفهي، وكذلك نستطيع أن نضبط بالشكل الصحيح. في البداية أمامنا الآن نحن أئمة المساجد، نصلي بالناس ونعظهم. نريد أن نضبط ما تحته خط بالشكل. ما الضبط المناسب الذي ترونه؟ هل بالضم على أنه مرفوع، أم بالفتح على أنه منصوب، أم بالجر على أنه مجرور؟ الإجابة هي أئمة المساجد. نحن أئمة المساجد. هنا لماذا ضبطت بالفتح؟ دلالة على أنها منصوبة، وقعت منصوبة. ما الذي نصبها؟ هل هنا فعل نحن تنصب؟ نحن هنا ماذا؟ جملة اسمية، جملة اسمية مكونة من مبتدأ وخبر. نحن هنا وقعت مبتدأ، لا يوجد فعل أمامي الآن، لا يوجد فعل ظاهر أمامي الآن حتى نقول أن أئمة هنا منصوبة. ما إعرابها؟ إعرابها مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. في هذه الدقائق إن شاء الله سنتعلم لماذا أئمة هنا ضبطت بالفتح، ولماذا أعربت مفعولا به منصوب. ننطلق على بركة الله. تأمل المثال التالي: إن معاشر الأنباء لا نورث. إن معاشر الأنبياء لا نورث. هنا معاشر الأنبياء جاءت ماذا؟ لاحظوا نطقي لها إن معاشر الأنبياء لا نورث، أنطقها منصوبة بالفتحة. نريد أن نختار الموضع المناسب للفعل أعني وأخص. الفعل أعني أو أخص، هل أضعه هنا أم هنا أم أين المكان المناسب له؟ إنا معاشر الأنبياء، هنا النبي صلى الله عليه وسلم يخص من؟ يخص من؟ يخص معاشر الأنبياء فقط. فهو كأنه يقول أعني وأخص معاشر الأنبياء، كأنه يقول أعني وأخص معاشر الأنبياء. إذن كأنه يقول أنا أعني معاشر الأنبياء. إذن الآن نأتي إلى إعراب معاشر. هنا ما إعرابها في هذه الجملة؟ مفعول به منصوب بالفعل أعني، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. هنا الآن نستنتج أن معاشر منصوبة، مفعول به منصوب. ما الذي نصبه؟ فعل مقدر، فعل مقدر تقديره أعني أو أخص، تقديره ماذا؟ أعني أو أخص، فيصبح إعرابها اسم منصوب على الاختصاص بفعل محذوف وجوبا تقديره أعني أو أخص. فكأنه يقول إنا أي أخص أنا معاشر الأنبياء. كما في المثال السابق نحن أئمة المساجد، هنا عندما يقول نحن أئمة المساجد كأنه يقول أخص أنا، هنا أصبح عندي جملة فعلية، أخص أنا أئمة المساجد، أخص أنا معاشر الأنبياء. فهنا أصبحنا أمام جملة فعلية بفعل، والفعل أخص والفاعل ضمير مستتر تقديره أخص أنا، ومعاشر هنا
اسم منصوب على الاختصاص. إذا نستنتج هنا تعريف الاختصاص، نقول هو ماذا؟ هو اسم منصوب بفعل محذوف تقديره أعني أو أخص، يأتي بعد ضمير المتكلم أو المخاطب. فعندما أقول أنا ونحن، هنا ماذا؟ ضمير للمتكلم، وأنت وأنتم، هذا ماذا؟ للمخاطب، وهكذا. أما أركان أسلوب الاختصاص، الضمير وهو للمتكلم أو المخاطب، والاسم المختص، وتكملة الجملة. فنقول في الضمير نحن ماذا؟ نريد ضمير نحن، نريد اسم مختص، نقول ماذا؟ نحن رجال الأمن، نحن رجال الأمن، نحن رجال الأمن، نحمي الوطن. نحن الضمير، وأخص من؟ رجال الأمن، نحمي الوطن، تكملة الجملة. هذا أسلوب الاختصاص، أركانه ضمير، اسم مختص، ثم بعد ذلك تكملة الجملة. نريد أن نستخرج الآن الاسم المختص ونبين علامة نصبه. أنا طالب العلم، علي مسؤولية جسيمة. أنا طالب العلم، علي مسؤولية جسيمة. أين الاسم المختص؟ نقول ماذا؟ الذي يقع بعد ضمير مباشرة نسميه الاسم المختص، طالب العلم، طالب العلم. ما علامة نصبه هنا؟ الفتح. والفعل هنا اسم مختص منصوب على أو اسم منصوب على الاختصاص بفعل محذوف تقديره أخص أنا طلب طالب العلم، أخص أنا طالب العلم، أو أعني أنا طالب العلم. مثال آخر، نحن الجنود نعمل على رفع راية البلاد. نحن الجنود نعمل على رفع راية البلاد. الاسم المختص هنا ماذا؟ الذي يقع بعد ضمير مباشرة نقول الجنود. كيف نضبطها بالشكل؟ نقول نحن، هل نقول الجنود أم الجنود أم الجنودي؟ الضبط المناسب هو ماذا؟ الفتحة. فنقول نحن الجنود نعمل على رفع راية البلاد. أكرر مرة أخرى، لماذا الجنود منصوبة بالفتح؟ لأننا الآن هنا، لأن الأسلوب أسلوب اختصاص، وأسلوب الاختصاص هو ماذا؟ اسم ظاهر يأتي بعد ضمير المتكلم بفعل محذوف تقديره أخص أو أعني. أنتم أيها الشباب أمل الأمة، أنتم أيها الشباب أمل الأمة. الاسم المختص هنا ماذا؟ أي. الاسم المختص أي. علامة النصب طبعا هنا أي، أنتم أيها الشباب، لاحظوا معي أيها الشباب، هنا مبني على الرفع في محل نصب مفعول به لفعل محذوف تقديره أعني أو أخص. أيها الشباب مبني على الرفع في محل نصب على النداء، عفوا في محل نصب بفعل محذوف تقديره أعني أو أخص. نحن المسافرين على هذه الرحلة. نحن المسافرين على هذه الرحلة. الاسم المختص هنا المسافرين. علامة النصب، هل سنقول الفتحة؟ المسافرين هنا، ما نوع الاسم هنا؟ المسافرين، ما نوع المسافرين؟ مفرد، مثنى، جمع مذكر سالم، وجمع المذكر سالم صحيح يرفع بالواو وينصب ويجر بالياء، فنعربه اسم منصوب على اختصاص بفعل محذوف وجوبا تقديره أخص، وعلامة نصبه الياء.
نريد أن نكمل الفراغ ونضع اسم مختص مناسب ونبين علامة الإعراب. نحن فراغ العلم نذاكر بجد لنتفوق. نقول هنا نحن طلاب العلم. نحن طلاب العلم. طلاب هنا جمع تكسير ينصب بالفتح وهو مضاف والعلم مضاف إليه. أنتم ننتظر من فوزكم في المباراة. أنتم جمع هنا نقول ماذا؟ أنتم اللاعبين. أنتم اللاعبين ننتظر فوزكم في المباراة. لماذا قلنا اللاعبين ولم نقل اللاعبون بالواو؟ لأنه هنا منصوب على الاختصاص وعلامة نصبه الياء. نحن فراغ في المسابقة الثقافية. نحن ماذا نقول؟ نحن المشتركين في المسابقة الثقافية، أي أخص أنا أو نخص نحن المشتركين في المسابقة الثقافية. فالمشتركين هنا اسم منصوب على الاختصاص وعلامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم. إن خير من كثير من حولنا، نقول ماذا؟ إن أو أنا السعودي خير من كثير ممن حولنا. ننتقل إلى سؤال آخر. صحح الخطأ في ضبط الاسم المختص في الجمل التالية. نحن المصلون نرجو وجه الله تعالى. الآن هنا أين الاسم المختص الذي يقع ماذا بعد ضمير المتكلم أو المخاطب؟ نحن الاسم المختص ماذا؟ المصلون. قلنا أن الاسم المختص هل هو مرفوع أم منصوب أم مجرور؟ ما رأيكم؟ هل هو مرفوع أم منصوب أم مجرور؟ الاسم المختص منصوب بفعل محذوف وجوبا تقديره أخصه أو أعني. إذن الإجابة الصحيحة نحن المصلين. نحن المصلين نرجو وجه الله تعالى. أنا طالب العلم أذاكر بجد. أنا طالب العلم أذاكر بجد. أين الاسم المختص؟ يقع بعد ضمير المتكلم. إذن طالب. طالب، وقلنا سابقا ونكرر مرة أخرى أن الاسم المختص منصوب دائما، فنقول أنا طالب العلم. أنا طالب العلم أذاكر بجد. نحن لاعبو الفريق نتدرب جيدا. نحن لاعبو الفريق نتدرب جيدا. أين الاسم المختص هنا؟ أحسنتم، لاعبو. لماذا لاعبو؟ لأنه وقع بعد ضمير للمتكلم. لاعبو هنا لاعبو جاءت ماذا؟ مرفوعة وعلامة رفعها الواو. مرفوعة وعلامة رفعها الواو، والاسم المختص يكون ماذا؟ منصوب. والإجابة الصحيحة هنا الجمع المذكر السالم ينصب بماذا؟ بالياء. فنقول نحن لاعبي الفريق. طبعا هنا أصلها لاعبين، النون حذفت للإضافة. فنقول لاعبي اسم منصوب على الاختصاص بفعل محذوف تقديره أخص أو أعني وعلامة نصبه الياء وهو مضاف، والفريق مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. اختر الإجابة الصحيحة. أنتم شباب المستقبل، الأمل متعلق بكم. شباب هنا ما علامة نصبها؟ شباب ما علامة نصبها؟ هل هي الفتح أم الألف أم الياء أم الكسرة؟ الفتح أم الألف أم الياء أم الكسرة؟ الإجابة هي ماذا؟ الفتح. شباب المستقبل، أنتم شباب المستقبل جمع تكسير
ينصب بالفتح. أنتم كرة القدم لكم شعبية كبيرة. أنتم ماذا؟ لاعبون مرفوعة، لاعبو مرفوعة وحذفت النون، لاعبين أم لاعبي؟ أنتم ماذا؟ لاعبي كرة القدم، لاعبي كرة القدم. لكم شعبية كبيرة، هنا منصوب علامة نصبه الياء وحذفت النون للإضافة كما ذكرنا سابقا. في الختام تعلمنا اليوم أسلوب الاختصاص، وقلنا بأنه ماذا؟ اسم ظاهر يأتي بعد ضمير المتكلم، وهو منصوب بفعل محذوف تقديره أخص أو أعني. وللاسم والأسلوب الاختصاص أنواع، ما هو محلى بأل، فنقول نحن الطلاب، نحن الجنود. أيضا نقول من ما هو معرف بالإضافة، معرف بالإضافة فنقول معاشر الأنبياء، طلاب، نحن طلاب العلم، هذا معرف بالإضافة. وما كان مضافا إلى علم ويندر ذلك، مثلا نقول بنا تميما، بنا تميما يكشف الضباب. أيضا يضاف إلى ما فيه ال كما ذكرنا سابقا. أركان أسلوب الاختصاص قلنا الضمير والاسم المختص، ثم بعد ذلك تكملة الجملة، الضمير إما للمتكلم أنا ونحن، والمخاطب أنتم، وهكذا. ويعرب الاسم المنصوب على الاختصاص ماذا؟ هل يكون ماذا؟ منصوبا بفعل محذوف تقديره أخص أو أعني، منصوب وعلامة نصبه حسب، إذا كان اسما مفردا أو جمع تكسير بالفتحة، وإذا كان جمع مذكر سالم أو مثنى ينصب بالياء، وإذا كان جمع مؤنث سالم ينصب وعلامة نصبه كسرة. في الختام أشكر لكم حسن استماعكم، نلتقي بكم إن شاء الله في درس قادم. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.